يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وما حكم مشاهدات مباريات كرة القدم؟ أما مشاهدة المسلسلات والأفلام لا خير فيها، لا تضيع وقتك فيها، وربما يكون فيها أشياء منكرة، يكون فيها نساء متبرجات ومتزينات، ويكون فيها كلام هزلي لا خير فيه، أو كلام محرم. المهم أن هذه المسلسلات لا خير فيها ولا مصلحة لك فيها، أقل ما فيها أنها تضيع عليك الوقت بدون فائدة. وكذلك المباريات، ماذا تستفيد منها؟ ضيع وقتك فيها وهي ما فيها فائدة. فالأحسن أنك تحفظ وقتك فيما فيه فائدة لك، وإذا كان بالليل تنام أريح لك، لأجل تقوم للتهجد آخر الليل وتقوم لصلاة الفجر. أما أنك تسهر على مسلسلات أو على مباريات فهذا ضرر عليك، وربما يفوت عليك الخير، يفوت عليك القيام آخر الليل، قيام لصلاة الفجر.